استأذنك يا باشمهندسة، المهندس أشرف رسلان مهندس السكة الحديد. مساء الخير يا فندم. رئيس هيئة السكة الحديد، عفوا سامحني أنا يعني منبهرة بأمير أشرف السكة الحديد. أشكرك باشمهندس أشرف، إيه رأيك في أميرة؟ أميرة بتتكلم على إنها اخترعت سنسور، السنسور ده تحطه على قضبان السكة الحديد يقفل المزلقان فورا على المستشعر قرب القطر من السكة الحديد، فيقفل السكة الحديد فورا. انا عن نفسي بقول ان ده نموذج محترم، هي مهندسة برمجيات اصلا، خريجة هندسة برمجيات واخدت براءة الاختراع، شايفة ان ده نموذج جيد، شايفة ان دي شباب تقدر تساعدكم، لان انتوا ربنا عالم بيكم في موضوع كبير ومسؤولية ضخمة جدا. علقلي على اميرة كده يا باشمهندس اشرف. طبعا احنا سعداء ان احنا يعني نلاقي هذا الكلام من شبابنا الجميل، ويعني كل من اجتهد له نصيب طبعا ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله. فاحنا ما عندناش اي مانع ان يعني الشمس شرفنا واحنا نشوف الكلام ده مع على الطبيعه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي معاها، ولو في اي اضافات خاص بالسيفت عندنا هنقول لها، ويعني هنساعدها زي ما هي عايزه. حضرتك شرفنا مكتبنا. طبعا احنا بنشكر سيادتك جدا، طبعا هنيجي مع حضرتك. عايزه بقى اسالك يعني بس استغل وجودك معايا، بشكركم الاول على فكره التطوير اللي انتم شغالين فيها. يا سلام تحت امرك. امتى بقى امتى نبدا احنا كمواطنين كلنا نستخدم السكه الحديديه وتبقى اساسي في حياتنا اليوميه؟ امتى اديني مين يا فندم؟ ده احنا الناس كلها بتستخدم السكه الحديديه. يعني بدانا خلاص الاطارات الجديده جت ال 50 سنه. يعني الاطارات الجديده قصدي حضرتك. ايوه بتكلم على الاطارات الجديده. يعني بسم الله ما شاء الله احنا بنعاني من لا انا بتكلم على الاطارات الجديده. ايوه. لا يا فندم احنا ان شاء الله يعني باذن الله زي ما طبعا ما سياده الرئيس قال ان المواطن المصري هيشعر طبعا بالتطور الكبير اللي هيحصل في السكه الحديد في اوائل طبعا 2020. احنا شغالين دلوقتي في مجال التطوير زي ما الباشمهندسه كده شغاله في نظم الاشارات وتربط المزرعات طبعا بنظم الاشارات الحديثه، شغالين في ال 1300 عربيه، عملنا التعاقد مع شركه مجاريه روسيه وان شاء الله التوريد هيبقى في اول 2020، شغالين برضه في الموضوع الجرارات الجديده وان شاء الله التوريد هيبقى في منتصف عام 2019. يعني كل السكه الحديد دلوقتي شغاله في مجالات مختلفه. يا رب دايما موافقين يا باشمهندس اشرف. والعربيات والكهرباء. بشكرك جدا وبشكر عن بدرتك الجميله.